اليوم بتاريخ 29/2 مساحة التحرير من خيمة المخلصين الأحرار. راح أراويكم هاي الدكتورة العظيمة اللي تعالج الجرحى اللي دائما يتعرضون للضرب من قوات الشرب. جزاها الله خير على هذا الفعل الخير اللي جاي تقدمه. الله يطول بعمرك ان شاء الله ويعطيها الصحه والعافيه. وهذا البطل اللي اكثر من سجمه موجوده بجسمه وبظهره وبراسه. لا كافي بالمنطقه. تحياتنا لهاي الدكتوره العظيمه.